صباح الخير. المهم انا قبل شوي فقط هادي شي 15 دقيقه تقريبا، بس حوايجي ديال المدرسه. ومهم اليوم غادي تدوز معايا النهار، غادي تشوفوني كيفاش زعما كندوز نهار في المدرسه، فاش كنخرج فين كنمشي وكيفاش كندوز مع النهار وصافي. المهم هادشي اللي كاين. قبل ما نبداو تصيفطوا لايك وتابوناو وخليكم تسمعوا ديال انستغرام وما عرفتش ما كنعرفش نتابع كاين في ناس. دابا 8 وقت ديال الفطور. 8 قالك 7 7 كيفاش تدخلوا مع 8 شحال جات في الساعه؟ 8 نسيت. دابا غيجيو غيتقابحوا معايا. لا 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 ملي انا غادي نفرق مع 7 اصلا في حتى 7 ونص. المهم عندي كاميرا كبر من راسي وبيض. انا ديما تنفطر بالبيض زعما بروتينات قبل ما نمشي للمدرسه. المهم غادي نفطر، هذا هو الفطور ديالي صراحه. ما تناخذش الحليب الصباح حيت ما تيعجبنيش. نورمالمون خصني ناخذ الحليب حيت فيه الكالسيوم داكشي، ولكن ناخذ باي وقت من غير الصباح ما عرفتش علاش. ولكن كنطلعش اش دعاء اش تداني هاي انا يطلعي My outfit. سلمى تبان المهم دابا انا خرجت من الدار قبيله، جيت كلت حوايجي وكليت، غادي نمشي دابا للحانوت موراها غادي نمشي للباسكت. كان قبل نخرج منها قشط عليا في راسي اقسم بالله. المهم اسمح لي الكاميرا كتزاز راه مكنتش كنعرف نصور. المهم شو معايا الحانوت ساشتري الذهب هنا دايما وصلت الحانوت. خليكم معايا باش نحسب راسي زعما ماشي. خرجت من الحانوت خليت بوني ومصاصة ومسكة تيجبني هذا يدير بدرهم رخيص مدى قوة. المهم الفيلي بقى هاز التليفون في الزنقة، غادي نبقى الفيلي بقى هاز التليفون في الزنقة نوصل وغادي نصور لكم. انا وصلت جيت للتاني نتكلم مع صاحبي اجيت بعد اجيب السلام. هما راه شي حشم وهي الركيطة كنلعبو دابا كنلعبو عاود كنلعبو لا ماتش لا والو. المهم انا باقي انا ما عمرني ما درت التنس ولكن فهمتو كنغلبو كنغلبك يا ريم شفتو انا لا اكذب. هاي هذا النهار الثاني. المهم البارح جيت باش ندير المونتاج لقيت الفيديو في 5 دقائق وهذا شكل من هكا. المهم انا كير انيوي
لقيت الفيديو بلي جي قصير جو في 5 دقائق وانا اي كنت ما نقدرش لا فيديو في 5 دقائق. سو المهم جيت باش نشارك معكم واحد الحاجه اللي ام سوبر هابي فور، نفرحان بزاف ليها، اللي هي المهم كنت في التنس وليت كندير التنس، درت هكا بحال غادي ندير الكيتار وتجيبو شعري. او ماي جاد اتس سو باد، نحاول نقطو. المهم شي شويه مزيان انا كاين اصلا. المهم سو المهم تخيت في التنس، انا دابا مش حيدوني كندير الباسكت وكنت عاوتاني رجعت لي، ولكن من حيث رجعني شي حاند وبس ما جبتش كاع وانا متحول وليت كندير التنس. وبغيت نديكم انبوكسين على الراكيطة ديالي وداكشي. سو باي ذا واي خديت هاد الساك بحال هكدا، فيه الزرق الاحمر والبيض بحال فرنسا. انا لكم الراكيطة اللي خديت بحال هكدا. واو 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 ام ان لوف. هادي هي الراكيطة اللي خديتها في هاد اللون في الاحمر والبيض باش تماتشي تي الساك زعما نفس الالوان تقريبا، وفيها الكحل حتى هو والكحل كاين حتى في الساك. هاي هادي الراكيطه عجبتني بزاف والله، الالوان ديالها نادين بزاف وزوينه بزاف بزاف بزاف. حتى في اللعب حيت البارح لعبت بها، اللعب ديالها زوين بزاف وناضيه. ومهم النوع ديالها ويت ارتيكو، ها هو ما كيبانش لكم مقلوب داكشي، ولكن المهم خديتها في النوع ديال الارتيكو جرافيك ستوش. انا ما كنفهمش شي مزيان ولكن كنقول لكم شنو مكتوب. اومون يا يا هادي ميد ان تشاينا، سمعت في الشينوا. هذا عندي حتى تنيسا باي ذا واي، هاديك عطا لي صاحبي عطا لي رايا. المهم نزيد انستغرام راه تعرفوا تعلمت باي ذا واي بزاف ديال الحوايج، مشيت غير البارح وتعلمت. تعلمت كيفاش ندير سيرفيس من الناس اللي كيديرو التنس بلا ما تحكمو لي، حيت ما كنتقن سيرفيس من دوك اللي غادي نتعلمها اليوم. ودوك كندير راكيطة هنا وهادينا هكا، ولكن ما كنخويش انا، المهم خصني نخوي هنايا غير حيت هنايا ما عنديش بلاصة بزاف. واحد الحال ندير تقريبا ما عرفتش واش بحال هكدا والصحة ولا لا، ولكن المهم ويت نهز هادي. باي ذا واي اليوم قريت ما ديتش اليوم معايا التليفون باش نصور لكم، سو مقدرتش نشوف كيفاش دوزت النهار، ولكن عندي صراحة دوزت قريت تخيلوا معايا ساعتين ديال الفيزيك، ساعتين ديال المات، ساعتين اس في تي، ساعتين ديال العربية. قال المود اللي مكنحملش يجمعو ليا في دقة واحدة كن هانية. المهم اي لوف تنس اقسم بالله. دابا غادي نقطع معاكم الفيديو حيت غادي نوض، حاجة نمشي نوجد شي حاجة باش ناكل او داكشي حيت فيه الجوع بزاف، وخصنا عشان باش نمشي اليوم التنس. نقول نحاول نمشي كل نهار تقريبا، المهم نقدر زعما. ومهم هنا كان نايت الفيديو ديالنا ان شاء الله، نجمع بعدا في هاد الصاك ديالها ونقطع معاكم الفيديو. واخا ما كنبغيش نسالي الفيديو باش كنعمل، علاش كنقطع في الهضره كزعما كان بحال اللي كنحس براسي كنت كندير شي حاجه وحبستها. ولكن المهم نتمنى ان الفيديو يعجبكم، لاشكم تنساو ديروا لايك تابوناو ونخليكم سيدي الانستغرام ديالي مكتوب هنا. لوف يو اول، باي.